للتعليق على الموضوع ينضم الينا من عمان المستشاره القانونيه في المرصد الاورو متوسطي حقوق الانسان الاستاذه ايناس زايد. اهلا بكم استاذه ايناس الى استوديو الرافدين. هناك تقرير جديد لمنظمه هيومن رايتس ووتش وصف الاجراءات القانونيه بحق المحتجزين بالعراق بالقصور، كيف تصفين الاجراءات التي يحاكم على اساسها المحتجز في العراق؟ نعم، يعني مأساة المحتجزين في العراق والسجناء بشكل عام يعني هي مسألة متجددة، ويعني لا يوجد يعني رغم النداءات الدولية والتقارير التي قمنا كمرصد أورو متوسطي بإطلاقها وأيضا بالإضافة إلى العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى، لم نجد صدى على أرض الواقع لكي تتراجع الانتهاكات حول حقوق السجناء وتحسين ظروفهم، بالإضافة إلى أن هناك غياب كامل مسألة الضمانات المحاكمة العادلة، لأن معظم السجناء الذين يتم اعتقالهم هم يتم يعني تحديد أو بالأحرى توصيف الجرائم التي يتم احتجازهم عليها بشكل عام وفضفاض، مثل تهمة الانتماء إلى داعش دون وجود أي دليل على هذا الأمر، بالإضافة إلى أن هناك يعني انتهاكات بحق المحتجزين فيما يتعلق بعزلهم عن العالم الخارجي وعدم اتصالهم بمحاميهم لكي يقوموا بالدفاع عنهم أمام المحاكم، بالإضافة إلى انقطاع التواصل مع أهاليهم الذين فعليا يعني لا يعلمون فيما إذا كان أيضا أبنائهم أحياء أم أموات في بعض الحالات. لذلك نعم، هناك العديد من الانتهاكات في ملف السجناء في العراق، ويعني كان لابد من التحرك دوليا حتى يتم إنهاء معاناة هؤلاء السجناء في السجون العراقية. نعم، في هذا الإطار يجدر الحديث عن أحكام الإعدام التي تصدر بحق المتهمين، كيف يمكن وصف هذه الأحكام في ظل حديث صحف دولية عن أحكام يعني تصدر في غضون دقائق، يعني محاكمة مدتها ربع ساعة يكون الناتج عنها أو القرار بإعدام أو 15 عاما من السجن؟ نعم، يعني أولا عقوبة الإعدام هي عقوبة محرمة دوليا، وهي تتنافى مع كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لكونها يعني عقوبة لم يسمح ب يعني تنفيذها بحق أي شخص سواء كان مذنب أو غير مذنب، هذا من حيث المبدأ. أما في مسألة يعني قصر مدة التحقيق التي تتم حتى يتم إصدار حكم الإعدام في بعض الحالات فيما يتعلق بالسجناء في العراق، فهذا قطعا يدل على عدم وجود يعني تحقيق شامل وأدلة فعلية للإدانة كافية حتى يتم إيقاع مثل هذه العقوبة الشديدة، خاصة عندما نتحدث عن أن عقوبة الإعدام لا يمكن أبدا تعويض الشخص عن هذه العقوبة لأنه قد يكون فارق الحياة وحتى لو ثبتت براءته فيما بعد. لذلك يعني مسألة الإعدام بشكل عام وإعدام أيضا بعض الشخصيات من أجل انتمائهم السياسي أو انتمائهم الديني، بالإضافة إلى التصفيات الشخصية التي تكون بناء على خلافات مع بعض الشخصيات، هذا الأمر أيضا نددنا فيه كمرصد أورو متوسطي، ونحن أيضا نطالب بوقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام في العراق. نعم، ما السبل التي برأيك من الممكن أن توقف هذه الاعتقالات والمحاكمات التي تفتقر لأدنى معايير من معايير العدالة؟ لابد من تحرك على مستوى الحكومة العراقية في البداية كونها السلطة الفعلية على أرض الواقع، وهي التي يعني تعنى في مرفق القضاء ومرفق العدالة بشكل عام. لابد من أن يكون هناك إجراءات أكثر عدالة من أجل إنصاف هؤلاء السجناء ومن أجل أن يكون هناك ضمانات لمحاكمتهم محاكمة عادلة، وهذا يتطلب بالضرورة عدم تسييس القضاء وعدم التأثير عليه بأي شكل من الأشكال. وأيضا لابد من التدخل على مستوى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لكي يتم يعني النظر ولفت النظر لملف السجناء في العراق، خاصة عندما نتحدث عن يعني انتهاكات مضاعفة ومركبة تقع عليهم. هذا الأمر يعني لابد من تحرك أيضا على مستوى المجتمع الدولي حتى يتم التطرق لهذا الملف في المحافل الدولية وأيضا إيجاد حل جذري له. الأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية في المرصد الأورو المتوسطي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.